السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زعما سان راضي عن توصل، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. معكم الأستاذ بيسومبي، ما راحش يسمح فيكم وما راحش يخليكم راح يبقى معكم طيلة الموسم الدراسي. ما تنساوش بداية دعمونا المقطع بزر الإعجاب، فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة حتى إن شاء الله حتى يصلكم كل ما هو جديد. وهذا الفيديو إن شاء الله جينا نوصله مع أقوى ثالث درس في مادة التاريخ بيوم 2024 تحت عنوان دراسة بيان أول نوفمبر. ليكي بهذا الدرس سهل بزاف بزاف، سيتوك تكون تقرا في مادة التاريخ مع الأستاذ بيسوم كل شرح يكون راح يكون مفهوم. الوضعية التعلمية الثالثة دراسة بيان أول نوفمبر، أي وثيقة تاريخية باش ندرسوها بنهجية واش نطبقوا عليها؟ ثلاث خطوات: تقديمها، تحليلها، والخاتمة أو الاستنتاج. لكن نبدأ خطوة بخطوة وكلش بإذن الله راح يجينا سهل. نبدأ مع مرحلة التقديم اللي قلنا نركزوا عليها بزاف، لأنه في الشهادة يعطيك وثيقة تاريخية واش يقول لك؟ ادرسها من حيث التقديم، يعني بدوكم أسهل مرحلة، صح؟ عندك طبيعتها. شوف هذه الوثيقة تاع بيان أول نوفمبر، كي تشوفها في الفوق كامل واش مكتوب؟ مكتوب بيان أول نوفمبر 1954. واش شفت أول كلمة بيان؟ نقدر هنا في طبيعتها أنك تبغي هذه الكلمة بيان بزاف عليا ونتحصل على العلامة الكاملة. شوف هنايا كي ما تعرفش تجاوب تقول بيان في شكل نداء ولا في شكل خطاب، ما كان لا تزيد هذيك تاع في شكل، قول بيان تكفي. إلا شفت معاهدة قول معاهدة تكفي. ولكن هنا واش قلنا؟ في شكل نداء للشعب، لانه هذا البيان كيفاش يبدا؟ يا ايها الشعب الجزائري، يا وشنو؟ حرف منادى، الشعب الجزائري او الشعب حرف او معذره، يا حرف نداء والشعب الجزائري منادى، وبالتالي واش نقولوا لهنا؟ بيان في شكل نداء للشعب. هذا البيان كتبته جبهه التحرير لما كتبته للشعب الجزائري، تنادي به الشعب الجزائري. ثانيا احبتي التلاميذ، مصدر الوثيقه او مصدر بيان اول نوفمبر نقولوا بيان رسمي. علاش؟ لانه اصدرته جبهه التحرير اللي كانت الممثل الشرعي للشعب الجزائري، واللي كانوا المجموعه السته اللي كانوا فيها كانوا اعضاء في حزب الشعب ومشهورين وما الى ذلك. ننتقل الان احبتي الى المرجع اللي يتمشى دائما على المصدر. نوع المصدر قلنا رسمي، ولكن من خذينا هذه الوثيقه واش نقولوا؟ ماخوذه من الامانه العامه لجبهه التحرير الوطني. الامانه العامه لجبهه التحرير الوطني هي اللي كانت تكتب كل الوثائق التي اصدرتها المجموعه السته. هنا المرجع ماشي شرط تكون هذه، بل تقدروا تكتبوا ماخوذه من الكتاب المدرسي، لانه الكتاب المدرسي السنه الرابعه متوسط كذلك فيه بيان اول نوفمبر. الاطار الزماني والمكاني، حب يقول طرحوا سؤال متى واين؟ اطار زماني وين تتكتب؟ هنا يوصل او هنا يحدث اختلاف كثير حتى بين الاساتذه. شوف لكن هنا واش نديرو؟ اطار زماني، شوف نقولوا وين تكتبت او وين تكتب هذا البيان وين توزع على الشعب، هكذا باش ما تلفناش. واش نقولوا؟ حرر في 23 اكتوبر، متى وزع على الشعب؟ في اول نوفمبر. هكذا باش ما نقولوا اول نوفمبر واحد يقول لك كتبوه في 23، ما نقولوا في 23 واحد يقول لك وزعوه في اول نوفمبر. واش نقولوا؟ حرر في 23 اكتوبر ووزع على الشعب الجزائري في 1 نوفمبر 1954. وشنو هذا؟ هذا الاطار الزماني. والاطار المكاني وين كتبوه؟ باين باللي في الجزائر العاصمه اللي كانت فيها المجموعه السته. احبتي التلاميذ، اخر عنصر في مرحله التقديم واللي هو التعريف بصاحب الوثيقه. شكون كتب بيان اول نوفمبر؟ مما لا شك فيه ان جبهه التحرير الوطني. واش تكون جبهه التحرير الوطني؟ هي الجناح السياسي للثوره التحريريه، هي الجناح السياسي للثوره التحريريه. شوف هاي الثوره التحريريه، واش كان عندها الثوره التحريريه باش تمشي؟ كان عندها جناح سياسي وجناح عسكري. وشنو هو الجناح السياسي؟ جبهه التحرير التي كانت تعمل على توعيه الشعب. شكون كان ينفذ هذه القرارات؟ هو جيش التحرير بمهمته الدفاع عن الوطن. المجموعه السته، والمجموعه السته شكون هما؟ شوف عندك مصطفى بن بولعيد، كريم بالقاسم، ديدوش مراد، رابح بيطاط، العربي بن مهيدي، ومحمد بوضياف. هادو هما الزعماء السته، ما تنساوهمش ليكيب، لازم تكون تعرف شكون هما المجموعه السته. خلاص واش نزيدو هنا في التعريف بصاحبها؟ نزيدو الطالب زدور ابراهيم هو كاتب بيان اول نوفمبر باللغه العربيه. ننتقل احبتي الى ثاني مرحله واللي هي تحليل الوثيقه. تحليل واش قلنا؟ نستخرجوا فكره عامه وافكار جزئيه. الفكره العامه واش تقول؟ تقول الظروف والعوامل والاهداف التي ادت الى صياغته او التي ادت الى العمل المسلح، لانه جبهه التحرير من خلال هذا البيان تدعو الشعب الجزائري للالتفاف حول الثوره مؤكده على ضروره بدايه العمل المسلح بعد ما كان عمل سياسي. الافكار الاساسيه، أول فكرة واش تقول؟ يعني أول فقرة من هذا البيان ذكرت فيها جبهة التحرير الظروف والعوامل التي أدت الجبهة لصياغته، يعني علاش دارت هذا البيان؟ أي تخبر الشعب علاش كتبت لهم هذا البيان. اثنين،
تحديد الأهداف الداخلية والخارجية للثورة ووسائلها. قلت لهم علاش، ما هو الهدف من هذه الثورة داخل الوطن وخارج الوطن. ثالث فكرة أحبتي التلاميذ، اللي هي آخر فكرة، دعوة الشعب للانضمام إلى الثورة. يعني هذه المجموعة الستة كانت بمثابة الوقود، يعني أو البنزين اللي نسميه إحنا ليسونس، كانت ليسونس. شكون كان النار؟ الشعب الجزائري. هكذا النار كتزيد لها ليسونس، واش يصرى؟ تلهب. هذاك واش كانوا حايبين المجموعة الستة، كانوا حايبين يوعوا الشعب الجزائري، يعني يحطوا له ليسونس ويلهب في وجه فرنسا باش يحقق الاستقلال، لأنه في آخر البيان مع الأخر كامل واش حطت هنايا جبهة التحرير؟ قالت استقلالنا هو استقلالكم، أو استقلالنا من استقلالكم. راهم يقولوا بواحد اللغة الشعب الجزائري باللي احنا مجموعة الستة نقدروا نوريو لكم الخطة اللي تمشيو بها وما إلى ذلك، ولكن احنا استبر ما نقدروش نجيبوا الاستقلال ونخرجوا فرنسا من بلادنا. واش لازم نديروا؟ لازم انتوما اللي تخرجوا فرنسا من أرض الوطن. أخيراً أحبتي التلاميذ، الاستنتاج أو الخاتمة أو ما إلى ذلك. قلنا أي تلميذ ما يعرفش يدير الاستنتاج يبدأ هذه البداية دخلها واحدة. واش نقولوا؟ تعد أو يعد بيان أول نوفمبر أهم وثيقة تاريخية في تاريخ الجزائر. خلاص كامل الوثائق التاريخية اللي راح نقراوها هذا العام متعلقين بتاريخ الجزائر. هكذا يعد بيان أول نوفمبر الوثيقة الأولى لجبهة التحرير، ولا تقدر تقول أهم وثيقة في تاريخ الجزائر. جيد، جبهة التحرير الوطني أول وثيقة لها اللي هي بيان أول نوفمبر. واش دارت جبهة التحرير من خلال هذا البيان؟ أزالت الغموض على الشعب. الشعب الجزائري كان خايف من فرنسا، قال لك كيفاش فرنسا هذه ما خرجوهاش أحمد باي والأمير عبد القادر والمقراني والجماعة، نقدروا نخرجوا احنا من بلادنا. شكون موتيفاه وعاود رجع له هذاك الروح باش يخرج فرنسا في جبهة التحرير الوطني اللي ما نساوش خيرها، يعني قامت بعمل جد وجبار التي أزالت الغموض على الشعب وأفهمته المقصد من الثورة. شوف جبهة التحرير واش يقول للشعب؟ يا جماعة ردوا بالكم، فرنسا كيشوفوكم راكم حابين تخدموا ثورة تحريرية يبداو يعطيو لكم أراضي، ولا يبداو يلقاو لكم فرص العمل. ردوا بالكم لأنه الهدف تاعها فرنسا باش تعزلكم عن الثورة. ولكن حنايا ويقولوا لهم جبهة التحرير ويقولوا للشعب باللي حنا كراحين نديروا هذه الثورة ليست من أجل تحسين الأوضاع، ماشي على أجل فرنسا غلقت لنا المدارس ولا ما خلتناش نخدموا، ولا رانا نديروا في هذه الثورة التحريرية من أجل خروج الاستثمار الفرنسي من الجزائر أو طرد الاستعمار الفرنسي من الجزائر. هكذا لكن صح أفهمته المقصد من الثورة اللي هو الاستقلال التحريرية، وجعلته أو شجعته للانضمام إليها مؤكدة على ضرورة بداية الكفاح المسلح لتحرير الجزائر من فرنسا أو من قبضة المستعمر الفرنسي وبناء دولة جزائرية معاصرة ومتطورة. أحبتي تلاميذ الحقنا نهاية هذا الفيديو، ورانا رايحين بكل قوة بيام 2024. ما عليكم إلا تبارطاجيو هذه الفيديوهات وتبلغوا زملائكم في القسم. على بالي بلي بزاف تلاميذ راهو يتبع قناة الأستاذ قسوم وراهو عجبو الحال وراهو يستفاد، ولكن تلقاه وحده في القسم يعرف هذه القناة. بلغ زملائك، كي تروح للقسم احكم يا اخي او كان قناة تاريخ وجغرافيا تساعدك بزاف، قناة الأستاذ قسوم شعيب، احكم انت ثاني قسم اخر ماشي غير تقرا كريم ام اون ولا الام دوت، بلغ القسم تاعك، بلغ كامل التلاميذ اللي راهم في السيام تاعك، انشر في ستوري. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول احب الناس الى الله انفعهم للناس. انفع اخيك بهذه القناه لعل وعسى يتحسن في ماده التاريخ والجغرافيا. كان معكم الاستاذ قسوم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.